هلا نحكي عن إعادة نظر أمريكية بالمادة الثامنة أو شيء تعديل، لكن هذا بعده لحد هلا مش واضح. صحيح. حماس لا تزال على موقفها، لا يمكن إجراء صفقة ما لم تكن هناك يعني وقف إطلاق نار وإعادة الناس والاتفاق على إعادة الإعمار، لكن الأساس بالموضوع هو وقف إطلاق النار وعودة الناس إلى شمال غزة. لغاية اللحظة هذا الأمر لم يحصل، لذلك الإسرائيلي بيقول، وهذا هوكشتاين حكي، أنه بده أسبوعين ثلاثة بيخلص من رفح ينتقل إلى مرحلة أخرى في إدارة الوضع، عمليات مركزة ومتابعات أمنية، بس بيضلوا على المعابر على معبر فتح. هلا هيدا الوضع بده يتقيم لينشاف أنه رح يتحول إلى يعني ستاتيكو ولا رح تضل وتيرة العدوان، وما هي تأثيرات هذا الأمر على الوضع الجنوبي. هذا كله مش واضح، لكن أنا برأيي هذه نقطة شديدة الأهمية في فهم المرحلة المقبلة. يعني بيصير شيء شبيه مثل 1701 عنا نحن، في بيطور وقف عمليات عسكرية ولسنا في وقفة لقاء. في حكي أنه الفصل بين الأعمال العدائية يعني العدوان وبين وقف اطلاق النار. مثل عن وقف اطلاق النار هو متلازم مع انجاز الصفقه. اذا لم يحصل وقف اطلاق نار ما في صفقه، لكن ايقاف اعمال عسكريه عدائيه بهذا المعنى، هذه واحده من المسائل هلا اللي عم يتم تداولها، اخر موجه نقاش فيما يتعلق بالوضع بغزه. طيب اذا صار وقف عمليات عدائيه وما صار وقف اطلاق نار، تتراجع عن موقف حماس، بتوطي السقف يعني عمليا؟ لا، هي أو بيكون التمهيد لهذه المرحلة لمرحلات التلازم مع لا تفرج عن الأسرى ما لم يتم الانتقال من وقف الأعمال العدائية إلى وقف إطلاق النار. فإذا بتكون حالة ممهدة لحتى ليجرب الإسرائيلي أن يسطر شيء ما في مكان ما. جنوب لبنان تحشيدات، جنوب لبنان لحتى أقول لك، خلال الفترة الماضية الأسبوعين الماضيين يعني من وقت اللي كان هوكشتاين هون ومن ثم التسريبات اللي حصلت بغزارة وكثافة على مستوى سياسي وعلى مستوى إعلامي، CNN حكيت عن استعداد للحرب، الإعلام الإسرائيلي، هيئة البث الإسرائيلية قالت عن عملية خاطفة، بلينكن واللي نقلوا لي وزير خارجية عربي لكن قال مع اعتراض أمريكي، الجارديان قالت كل هذا التهويل، في تسريبات مختلفة، لكن أنا برأيي اليومين الماضيين وزيارة جالنت إلى أمريكا كشفت بوضوح وين الإسرائيلي غير جاهز للحرب المفتوحة. حذر أمريكيا من أنه هذه الحرب أنتوا رح توقعوا بمشاكل، إيران ستكون جزء من هذه الحرب، هذه الحرب ستتوسع على المستوى الإقليمي على نحو مدمر، نتائجها غير واضحة. على مستوى الخبراء الإسرائيليين أنفسهم، أهم تقييم عمله أحد كبار جنرالات سلاح الجو الإسرائيلي قال يخشى أن تتحول هذه الحرب المفتوحة في حال حصولها إلى كارثة استراتيجية لإسرائيل لا تقل خطورة عن 7 أكتوبر أو تتحول إلى حرب استنزاف طويلة بنهايات سيئة وأثمان باهظة، يعني هذا قلت امبارح. فلذلك جالنت بالكابينت هو نتنياهو قالوا أنه بيميلوا إلى الحل التفاوضي، ونيويورك تايمز امبارح قلت امبارح بتقول أنه جالنت أبلغ الأمريكيين أنه بعد 7 أكتوبر مباشرة كان من أصحاب القول أنه يجب أن تبادر إسرائيل لمهاجمة حزب الله، أما الآن فيعتبر الأمر غير حكيم. أنا برأيي خيار الحرب المفتوحة مظبوط، أنا برأيي خيار الحرب المفتوحة الموسعة بات مستبعدة. حلو، لكن إلى أين؟ يعني إذا لم يكن هذا الخيار فما هي البدائل؟ هل تبقى الوتيرة هي ذاتها أم شيء آخر؟ نحن بحسباننا على المستوى العملي جهزنا العدة لمواجهة كل الاحتمالات بما فيها احتمال الحرب المفتوحة التي باتت مستبعدة، لكن لا نستبعد أبدا أن يلجأ الإسرائيلي إلى تصعيد موضعي مثل ما عم بيصير، يعني خلينا نقول إلى تصعيد عسكري غير قابل للتدحرج. شو يعني؟ يعني قابل للتدحرج وقت اللي بيستهدف المدنيين والمدن. أوكي. إذا بقيت المسائل في إطار يعني عسكري، ما بالأصل حزب الله عندما يعني فتحت هذه الحرب
حاول وعندما تحدث عن قواعد الاشتباك اللي هي تمددت. شو يعني قواعد الاشتباك؟ قواعد الاشتباك هيدي مدرسة حزب الله إذا في الأصل، أنه فلنبقي الصراع في إطار عسكري بعده عن المدنيين. هذا حصل بتموز 93 بنيسان 96 والآن استعيد. بس انخرق كثير هالمرة، لأنه الإسرائيلي لما يخرقه نحن نملك حق يعني الرد، بهدف ردع الإسرائيلي والعودة إلى التوازن القائم.